مساء الخير. زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات بتاعنا ان احنا هنقسم، مش معنى ان حصل الموضوع بتاع كورونا فايروس و stay home stay safe ان احنا مش هنشتغل ومش هنتواصل معاك. في تكنولوجيا وفي حاجات نقدر نستعملها نعرف نتواصل مع بعض. فرحلة التعليم ورحلة تأهيل النفس للمستقبل اللي بقى اسمه له مش هتقف، ويعني مش فيروس هيوقف. احنا نحترمه، ناخد بالنا من نفسنا، لكن هيوقفنا؟ لا، ما ينفعش. فاحنا النهاردة عملنا برنامج تاني. في برنامج اولاني ده برنامج اجتماعي اسمه برنامج انا، هيبقى ليه حلقات مرتين في الاسبوع. برنامج اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اسمه برنامج بكرة. بكرة از اختصار او اكرونيم لحاجة اسمها Basic Competencies Basic Organizational Competencies Reinforcement، يعني الكفاءات المطلوبة في المؤسسات اللي احنا عايزين ندعمها ونقويها. فهنس كيم اسم برنامج بكرة. طيب بكرة كل مرة نطلع مع بعض فيه هنتكلم على حاجة تساعدني في حياتي المهنية. مش هنتكلم عليها بشكل مطول لأن الشكل المطول ده هنخليه الورك شوبس بتاعتنا اللي احنا هنعملها فيديو كونفرنسنج. يعني اللي هيحب ينضم لينا هيشترك كأنه هيحضر تريننج بالظبط، بس هيخش على البلاتفورم اللي هو هيبقى زوم، وهنحط الشاشات ونعرض الديتا شو بتاعنا والفيديوز بتاعتنا، وكل واحد هيبقى في ايده الورق بتاعه اللي هو المانيوال بتاعه. وبالطريقه دي يبقى احنا خدنا تريننج، بس مش الاونلاين اللي هو ما حدش بيشوف حد وما حدش بيسال حد وبتذاكر لوحدك. لا، احنا هنقعد مع بعض ساعتين ثلاثه في اليوم، كاننا في كلاس روم بس كل واحد قدام الشاشه بتاعته زي ما شرحت المره اللي فاتت. انا ريهام الهواري، رئيس شركه بيرسونا انترناشونال لحلول تنميه المهارات الذاتيه، ومعروفة في الإعلام باستشاري مظهر ومهارات تواصل. أنا حبيت الحلقة في البرنامج بتاع بكرة ده، والحلقة اللي هي هتشوفوها لو عندكم وقت. طبعا يسعدني إن أنتوا تشتركوا معانا في البلاتفورم ده اللي هو برنامج أنا ده بيحل بيخليني أتواصل معاكم على الحاجات اللي بتضايقكم او الحاجات اللي عايزين تفهموها عن نفسكم اكتر في حياتكم الشخصيه. بنتكلم عليها، بنفتح مدارك، وبحاول ارد على الاسئله بتاعتكم. في البرنامج ده لا، هيبقى مور اوف تعليمي علشان انمي المهارات بتاعتي. الاول حاجه هتكلم فيها النهارده اللي هي ريدنج بيبل، ازاي يقرا البني ادم اللي قدامي. اقرا البني ادم اللي قدامي ده ليه تطبيقات كتيره جدا في حياتي الشخصيه وفي حياتي العمليه. والبني ادم اللي ربنا مديله التالنت، موهبه انه يعرف يقرا اللي قدامه، بيبقى اسعد حالا واوفر حظا من البني ادم اللي عنده مشكله في انه يفهم اللي قدامه. فاصبح ريدنج بيبل ده من ورش العمل الضروريه جدا في مجال العمل. طيب ريدنج بيبل ده مش زي بقرا الودع ولا افتح المندل عشان اعرف اللي قدامي ده بيفكر ازاي ولا ايه خبايا شخصيته فاعرف اتعامل معاه. لا، الموضوع في مجال الشغل بتاعنا ابسط من كده. خلينا نتكلم على ان احنا بنتكلم فقط في البيئه بتاعت العمل، مجال الشغل بتاعي. في نظريه، النظرية دي اللي أنا بستعملها دايما في Reading People، دي نظرية اتعملت سنة 1928، كان واحد عالم في مجال علم النفس
اسمه ويليام مالتون مارستون، حط عمل بحث عن ازاي البني ادم بيتصرف وسلوكه ايه في بيئات مختلفة. فقال لك ان البني ادم سلوكه وتصرفاته بتختلف من بيئة للتانية. كويس، معناها ايه؟ ان انا مش هيبقى عندي انفصام في شخصية، لو انا في الشغل بشخصية معينة وفي بيتي مع اولادي بشخصية تانية، يعني اكيد ده مش غلط، ده الطبيعي. انا في البيت حاجة وفي الشغل حاجة، فكل بيئة انا فيها بتتطلب مني اسلوب للمعاملة مختلف عن التاني. طب اقرا الناس ازاي؟ اقرا السلوك بتاع البني ادم ده ازاي؟ بسيط، هو حط الموديل بتاعه واحنا اشتغلنا عليه. الموديل ده اسمه ديسك، او احنا سميناه ديسك. هو لما ابتدى قال لك لا، سماه سلوك الانسان الطبيعي. احنا وحط له شكل معين، واحنا خدنا الفكره دي وبنسميها دلوقتي ديسك. كل الناس ماشيه دلوقتي تتكلم تقول لك تقييمات السلوك ديسك 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 ديسك. طب ايه هي ديسك دي؟ ويليام مالتون مارسون قال لك الناس عاده بتتعامل خارجيا بطريقه معينه، يعني انا بتعامل اللي انت شايفني فيه، وفي وقت تاني انا ببقى شايفه نفسي اقدر اعمل ايه مع اللي قدامي، يعني ببص لنفسي وببص لها. ففي انسايد وفي اكسترنال، في بره وفي جوه، في سينج ماي سيلف وسينج اذرز، بشوف نفسي وبشوف اللي حواليا. طيب لو انا نبتدي الاول بشوف اللي حواليا ازاي، يا اما بشوف اللي حواليا على اساس ان هم عايزين مني ايه، لا دايما الموضوع وراه اكتر من اللي ظاهر عندي، لا ده هم في دماغهم اكتر من اللي بيقولوه، طيب اقنعني هتلاقيني. فده بنقول ان البيئه اللي حواليا لازم تكون بتقنعني، فانا دايما بتشكك في كل حاجه حواليا. مش بتشكك ان انا عندي بارانويا يعني، لا بتشكك ان هو مفيش حاجه من غير سبب، لازم يبقى في سبب للي حصل ده، لازم في سبب انه قال كذا، لازم في سبب ان الطلب كذا، لازم في سبب ان انا هاخد الاستراتيجي دي ال5 سنين الجايين. بفكر كده تمام. في ناس تانية مش لازم تدور على السبب، هي اوكي لو انت قلت لها ان احنا هنعمل كده ال5 سنين انا بثق في اللي قدامي، فاوكي بدام انا بثق فيه خلاص، بدام هو قال كده وهو اللي واخد المسؤولية خلاص، فيبقى انا ان اكسبت. فلا ان الناس اللي هو انا بتصرف لما بشوف اللي قدامي، بشوف يا اما اللي حواليا دي حاجه وراها حاجه فلازم اسال عن اسبابها ايه، وببص الناحيه التانيه على اساس ان الوضع ده طبيعي واللي بيطلبوه مني هعمل، فببقى اكسبت، فيبقى ببقى يا questioning يا اكسبت. تمام. انا بقى بتصرف ازاي؟ بتعامل ازاي؟ شايفه انا نفسي ازاي؟ حواري مع نفسي ازاي؟ ان مفيش حاجه انا ما اقدرش عليها. اي موقف انا هخش فيه هغير. وبعدين القعده دي مش عاجباني هغيرها. وبعدين هو انا لو دخلت ما عملتش دوشه في الحته ما بقاش انا، على لازم اخش انكت الدنيا. فده اللي هو ببقى شايفه نفسي اقوى واقدر اغير وافعل واقعد انكش بقى في الدنيا دي، في البيئه اللي حواليا دي، في الحاجه اللي هي يا اما بسطاني يا اما قلقاني انكش. فمعنى ان انا انكش ان انا دايما الفعل بيطلع من عندي، ما بقاش مستنيه رد فعل، انا اللي بكريت الهيصه. فاللي بيكريت الهيصه دي لازم يكون سريع، ولازم يكون داخل بقلبه ما بيفكرش، فبنسميه برو اكتف او الاكتف بيرسون. في ناس تانية اللي هم لا، تأني بالراحة، انا مش شطارتي ولا قوتي ان انا اخش الدنيا تبقى ماشية اروح مكعبلاها زي ما هي، لا قوتي ان انا افهم اللي بيحصل قدامي، ان انا اتاقلم على اللي قدامي، ان انا اجد الحلول المناسبه للوقت او للمجال اللي انا فيه. وبالتالي من رؤيتي للبيئه ومن رؤيتي لنفسي
خلق عندنا 4 أنواع من السلوك. السلوك الأولاني بنسميه السلوك المسيطر. السلوك المسيطر ده هو البني آدم اللي دايما البيئة بالنسبة له ليه؟ فهمني تلاقيني. البني آدم ده تلاقيه الكنترولز عنده مهم، تلاقيه تنافسي أوي، تلاقيه يا إما الحاجة تتعمل بطريقته يا إما ما ينفعش. تلاقيه مقدام داخل بقلب ما بيفكرش احنا هنعمل حاجة ازاي، المهم نتيجة الحاجة اللي احنا بنعملها ايه. دايما يبحث عن الحلول، دايما يبحث عن ايجاد الحلول، مش الحلول، ايجاد الحلول بس، ايجادها. فدايما هو القاطرة اللي بتشد الدنيا كلها وراه. ده السلوك بتاعه الطبيعي، فبنسميه هذا النمط السلوكي المسيطر او الدوميننت، اللي هي في اول حروف الديسك، اللي هي نظرية الديسك اللي احنا بنشتغل. طيب لو انا برضو سريعة وبحب احدث تغيير، بس شغلي الشاغل الناس، يعني الاولوية عندي مش عمل الشيء زي السلوك زي البي المسيطر، لا، ان انا اعمل الشيء وفعلا احدث التغيير، ولكن برغبة وقبول الناس اللي حواليا. فلازم اخلق لهم اثارة ومتعة وحماس ويلا نشتغل، اللي هو دايما بيخلي الجو لذيذ. دايما لما تيجي تقولي له تعالى حصل مشاكل حقلت، خلاص هتتحل، احنا هنحلها، مفيش مشكله، يلا نعملها مع بعض، هنساعد بعض. تلاقيه دايما ايه، سريع، بيضحك، حركاته فيها انفعالات، مشاعر، فولاءه للناس، ولكن سريع. فكركم بالسلوك المسيطر، ولاءه دايما للعقل، اقنعني تلاقيني، الحاجة اللي تمشي أو ما تمشيش، وفي نفس الوقت سريع في اتخاذ القرار وبيخلق الموقف. لو أنا بني آدم، ده الأولاني ده بنسميه سلوك مسيطر، وبعدين اتكلمنا عن السلوك المؤثر، وبعدين هنتكلم بقى على السلوك المستقر. البني آدم اللي بيشايف قوته في إن هو يعمل على ان الحياة تمشي بسلاسة وتمشي بوتيرة كل واحد عارف ياخد نفسه فيها وهادي فيها، بس ولاءه الاول للمشاعر والاحاسيس واصحابه وزمايله، ده شغله الشاغل، ده بنسميه بني ادم ذو السلوك المستقر، اللي هو بيدي الدعم، اللي بيحب يشتغل يتعاون مع اللي حواليه، اللي يبدي اللي حواليه ساعات عنه، اللي دايما بابه مفتوح لاي حد يخش يحكي له، مش مهم ياخد قرار، مش مهم يعمل حاجه، بس هو بيرتاح لما الناس بيريح لما حد بيجي يحكي له، بيحتوي اللي حواليه. يبقى لنا السلوك الاخير وبنسميه ذو الضمير الحي. الشخص اللي هو ذو ضمير حي بيبقى دايما مفيش حاجه من غير سبب، لازم يقتنع، زي ذو السلوك المسيطر لازم يقتنع، اقنعني وانا اعمل لك اللي انت عايزه. هذا الشخص يهتم اهتمام شديد بالجوده والدقه والاتقان، حب التفاصيل، حب الحاجه يا تتعمل صح يا ما تتعمل. فالبني ادم ده دايما بيحب ياخد وقته في انه يطلع تقرير، ياخد وقته انه يحلل، ياخد وقته انه يدرس الشغل اللي مطلوب منه. فده بنسميه ذو الضمير الحي. اقرا ازاي؟ لو لقيت البني ادم اللي قدامي ده حركته سريعه، بيتكلم بسرعه، بيتكلم بحديه، الألفاظ بتاعته ساعات كده تخبط جامد شوية، سواء بضحك أو سواء بجد، يعني تلاقيه ألفاظه حادة شوية،
فده يا اما بني ادم ذو سلوك مسيطر او ذو سلوك مؤثر. طيب لو البني ادم ده ذو سلوك مسيطر، ده معناه ان تلاقي دايما كلامه اقناعا. طب والحل؟ طب هنوصل لايه؟ طب بالله كده كله اديني من الاخر يعني. اما التاني فمش هيقول لك كده، التاني هيقول لك هنعمله مع بعض بقى، وهنجيب اللي مش عارف ايه، وهنحل اللي ايه، والناس هتزقطط وهتهيس تمام. دايما كلامه على الناس، دايما كلامه على العلاقات. لو انا لقيت البني ادم اللي قدامي ده بيتكلم بالراحه، بيتأنى في اختيار الالفاظ، حركات وشه وحركات ايديه مدروسه بالراحه كله بهدوء، بيسمع، بيحاول يفهم اللي قدامه. لو انا بحاول افهم اللي قدامي من منطلق ان عايز اجيب اخره، عايز اعرف تفاصيل، عايز احلل اللي قدامي، فده يبقى بني ادم ذو سلوك ذو الضمير الحي. ليه؟ عشان عايز تفاصيل، عايز يقتنع، عايز يفهم. اما الناحية التانية لو ذو السلوك المستقر، هيبقى كل همه ان هو يريحك، عايزك تطلع من هنا هادي، عايزك تطلع من هنا مبسوط. البني آدم اللي هو ذو السلوك المسيطر، هذا الشخص أهم حاجة عنده إن هو يكون مسيطر في كنترول، وبالتالي أي حاجة تهدد سلطته على الشيء أو سيطرته على الشيء، ده اللي هو بنسميه التريجر بوينت، الحاجة اللي بتعصب، والحال اللي تلاقيه من بني آدم طبيعي اللي قدامك وحش. تمام؟ والشخصية دي دايماً بتبقى عارفة هي عايزة إيه ورايحة فين، وصعب إنك توقف. تمام؟ ذو السلوك المؤثر، الرعب، الفير بتاعه، واحنا كنا بنتكلم على فكرة على الفيرز في الحلقة، في أول حلقات برنامج أنا ده، وعندكم وقت تتفرجوا عليه، أنا هتفيدنا في اللي احنا بنقوله ده. لو أنا ذو سلوك مؤثر، مؤثر يعني إيه؟ يعني محتاج ناس، لو مفيش ناس حواليا مش هعرف أعمل حاجة، هبقى مخنوق. فمشكلتي عدم وجود القاعدة اللي أقدر انتج فيها، اللي هي وجود ناس. فاول ما الناس تديله ظهرهم، ما تديلوش الاهتمام، ما بتديلوش الريكوجنيشن اللي هو عايزه، برضو بتلاقيه وحش كاسر طلع. ذو السلوك المستقر هو مش ده بالذات مش هتلاقي منه وحش خالص، لانه هو من كتر ما هو بيهتم بمشاعر اللي حواليه بيجي كتير على نفسه. فذو السلوك المستقر ده مشكلته في التغيير، أي حاجة بتغير من حال لحال يقلق منه، فالتغيير من الحاجات اللي ما بتخليهوش يشعر بهدوء نفسي، وبالتالي بتلاقيه بيتصرف تصرفات مش الطبيعية بتاعته. ذو الضمير الحي مهم قوي عنده السيستم، لازم يبقى فيه سيستم، عارف هو رايح فين، عارف ايه اللي مطلوب منه، عارف هيوصل للي هو عايزه ده ازاي، في تفاصيل معينه عارفها، في سيستم، في نظام اقدر اشتغل فيه، عارف احنا رايحين فين، وعارف رايحينه امتى، كل حاجه متخططه. فاول ما يبقى فيه حاله من حالات الفوضى او مفيش نظام، يبتدي يتشد، يبتدي تلاقي ايه الديمونز بتاعته. دول الاربع انماط سلوك، اتكلمنا ازاي نقراهم. عايزين تعرفوا اكتر،
اشتركوا معانا في ورشة العمل اللي هي بتاعت Reading People و Reading Body Language، الاثنين بحطهم مع بعض. مبسوطة انه معايا، يا رب اكون فدتكم بمعلومة تساعدكم في مستقبلكم. متشكرة على وقتكم، يا رب اشوفكم دايما بخير وفي حفظ الله.